عملية تلقيح هنا بولاية الدار البيضاء بحال اللي كتشوفوا كدوز في أجواء ماشي نقول حسنة أكثر من حسنة، وأننا نوضنا بالترتيبات البارحة جينا ونوضنا بالترتيبات اللي كتلتزم كلها، واليوم على 8 ديال الصباح كنا واجدين، جيت أنا والطاقم الطبي والشيب الطبي ديالي اللي كيتكون من 25 فرد. ألو كتبدا العملية بالتسجيل، من بعد إذا ما عندوش شي مانع أنه باش يتلقاه كيدخل القاعة ديال التلقيح كياخذ اللقاح ديالو، ومن بعد كيمشي لواحد القاعة كيبقى معنا على الأقل واحد 15 دقيقة. في ديك 15 دقيقة عندي الطبيبة كتدخل كتوعي الناس باللي أن عملية التلقيح ما كتعنيش باللي أننا راه محميين، أننا هاد الجرعة اللي درنا ولا بد نديرو الجرعة الثانية باش عاد كتكون العملية، وأننا ولا بد نبقى بالوسائل الوقائية من كمامة من غسل يدين من التباعد الجسدي باش نحميو ونكون واحد المناعة جماعية ديالنا. إذن وكنقول لهم بلي أن إذا بنت عليهم بعض الأعراض خفيفة ما يخافوش، بحال إذا الحمرار أو بدات شوية ديال الحرارة أو حرقهم يدهم شوية ديال الألم، أنهم ما يخافوش أن هاد الأعراض غادي تدوز، ماشي حتى في النهار أقل من يوم أنها كادي تدوز. بانت شي أعراض اختار من هاد الشيء هذا، إما يدخلوا للموقع ويقولوا شنو وقع لهم، وإما غادي يرجعون عندنا وديك الساعة حنا غنوضوا باللازم وغادي نتبعوهم.